اهلا بحضراتكم من جديد. دلوقتي جه ميعاد ترند للاهلي، وايه ابرز الامور اللي اتكلم فيها جمهور النادي الاهلي او الحسابات المختلفه اللي مختصه بتغطيه اخبار النادي الاهلي على السوشيال ميديا؟ خلينا نبتدي بحساب قناه النادي الرسميه واللي بيتكلم على كلين شيت الشناوي، وانه وصل طبعا ل 24 كلين شيت في بطوله الدوري، وهو كده يعني بينفرد بهذا الرقم بعد تحطيمه بعد ما وصل 23 وعادل الشريف اكرامي طبعا حارس الاهلي السابق، فبالتالي امر يحسب للشناوي. ممكن البعض يسال دلوقتي طب ما الشناوي اتصاب وخرج وكمل علي لطفي، الكلين شيت بيتحسب للاثنين، الاثنين اللي لعبوا طالما الاهلي ما استقبلش اهداف فبيتحسب للاثنين، بالتالي الشناوي وصل لرقم 24 وكسر الرقم السابق اللي كان باسمه برضو يعتبر 23 باسمه هو وشريف اكرامي. طيب ردود افعال هتبقى مختلفه وكثيره جدا عقب اول مباراه لمستر بيتسو موسيماني، عشان كده احنا معانا دلوقتي الحساب الرسمي لكيك اوف على تويتر، طبعا ده موقع جنوب افريقي، وبيتكلم عن اول مباراه لموسيماني وقال بدات فتره رئاسه بيتسو موسيماني للاهلي بدايه ناجحه بعد فوزه على المقاولين، طبعا كانت بدايه مهمه ان هو يبتدي بانتصار، ده امر معنوي جيد جدا بالنسبه للنادي الاهلي. ايضا افريكان فوتبول اتش كيو، ده حساب ايضا من ضمن الحسابات الافريقيه، واللي بيتكلم على ان موسيماني قاد الاهلي للفوز بنتيجه 1-0 على المقاولين العرب، ودي كانت اول مباراه للمدير الفني الجنوب افريقي. كمان حساب سكر لادوما الجنوب افريقي كتب على حسابه على تويتر ان مسيره موسيماني في الاهلي بدات بشكل ايجابي بعد فوزه على المقاولين العرب بنتيجه 1-0 في الدوري المصري مساء الاحد. تمام، لسه في بعض الامور كمان اللي بتخص الفريق وتحديدا عقب الفوز بالامس بنتيجه 1-0 على المقاولين، وده كان حساب افريكان سوكر ابديتس حساب جنوب افريقي، وكانوا اتكلموا على تويتر ونشروا صوره لموسيماني من المباراه وكتبوا اول مباراه لموسيماني 1-0 للاهلي على المقاولون العرب. واضح حجم الاهتمام الكبير في افريقيا بعد تولي موسيماني، هو الاهتمام اوريدي بيبقى موجود طبعا بالنادي الاهلي دايما، لكن لما يكون في مدرب افريقي بيقود الفريق فالاهتمام هيكون بشكل اكبر ومتزايد طبعا. طيب حساب الاهلي اليوم على فيسبوك نشر المباريات المتوقعه للنادي الاهلي على مدار هذا الشهر شهر اكتوبر، في سواء في الدوري او في بطوله دوري ابطال افريقيا. عندك اول مباراه ان شاء الله هتكون بعد بكره امام انبي في الدوري، وبعدين هتلعب بيراميدز يوم 11 على ما اتذكر في بطوله الدوري ايضا المحسوم بالنسبه للنادي الاهلي، وبعد كده هتروح للوداد بقى في المغرب في كازابلانكا، وبعد كده تلعبوا هنا في مصر باذن الله. اهم مباراتين بقالنا ايه 6 شهور مستنيين المباراتين دول، ان شاء الله الاهلي يكون موفق فيهم طبعا في مجموع المباراتين.